Boom! Hello everyone! How are you? I'm great! What grade are you in? I'm in grade 2! Smack this! I'm in grade 2! How old are you? I'm 7 years old. واللي عنده 8 I'm 8 years old. احنا كنا بدأنا في step ahead unit 1 meet my family. لازم اشكر الشطار اللي بعتولي الفيديوز الجميلة علشان احنا عندنا مسابقة قوية جدا كل شهر هيبقى عندنا star of the month نجم الشهر هياخد اللي هو دايما بيعمل الهومورك وبيبعت الريدينج وبيحفظ كلمات ويسمع كويس وبيحضر على طول وبيبقى مؤدب في السيشن ده هياخد ظرف فيه فلوس وهياخد لعبة في نهاية الشهر star of the month نجم الشهر هياخد الحاجات دي وقلنا لازم يكون بيبعت الريدينج الفيديو اللي بنطلبه وبيعمل الهومر وبيحفظ الكلمات وبيبقى مهذب ومؤدب في السجن meet my family نفتكر أخدنا family members father mother قلنا الاتنين مع بعض parents, grandma, grandpa, grandparents. uncle, cousin. في ناس مش مركزة family, friends, teacher, nurse. Wear. Glasses. Skirt. Jacket. خدنا الريدنج ده وقلنا Good evening. This is my grandma. These are my friends. This is my cousin. He's 5 years old. These are my parents. حلوة أوي. طيب عندنا reading جديد النهاردة اللي هو ده هنكتب عليه reading وده هيتسجل ويتبعت لنا فيديو وانت بتقرأ على الواتساب جروب بتاعنا علشان تدخل في سباق start of the month وتفوز باللعبة والفلوس. اوكي حلوة أوي. تعالوا الأول قبل ما أقرأ لكم الريدينج نتعلم نقدم أي فرد من أفراد أسرتنا إزاي. إحنا اتفقنا يا شباب قلنا مثلا الأب اسمه إيه؟ Father. طب أنا مثلا معاه واحد صاحبي أو أنت معاكي واحدة صاحبتك وعايزة تعرفيها على باباكي تروحي قايلة لها إيه؟ This is my father. ادي اول طريقة. الطريقة التانية هنقول فيها بالشكل ده. دي اسمها Lemmy. مش بننطق التي هنا هنقول ايه؟ Lemmy. Let me introduce my father. Let me introduce my father. يلا بينا نقدم بابا بقى. This is my father. Let me introduce my father. جميل. يلا نتعلم نقدم مامي mother
هقدم مامي بالطريقتين. هبدا اسال بعد شوي هقول ايه. This is my mother. This is my mother. الطريقة الثانية هقول let me introduce my mother. This is my mother. يعني هذه أمي. بقدم لكم أمي. Let me introduce my mother. يعني اسمح لي أقدم لك مامتي. يبقى let me introduce يعني اسمح لي أقدم لك فلان. يبقى أنا عرفت أقدم بابا وعرفت أقدم ماما. طيب بابا وماما مع بعض اسمهم إيه؟ شطار جدا. Parents. Parents دول مفرد ولا جمع؟ يبقى ينفع أقول this is. أشطر شطار. يلا نقدم parents بقى. هقول these are my parents. These are my parents. These are my parents. أو بالطريقة التانية ياد نقول let me introduce. اسمح لي أقدم. let me introduce. My parents. حلوة أوي. جميل. طيب اللي هيعرف السؤال اللي أنا هقوله ده just put up your hand. أوكي. هتقدم لي جده. ما تقولش أنا. أنا قلت put up your hand من غير كلام. اتفضلي يا جود. Grandpa. Grandpa. مش جرامبا. 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 طلعي الهواء. برافو عليك. قدمت لي جده بأول طريقة جودي الجميلة وقالت لي This is my grandpa. This is my grandpa. جميلة يا جودي. طيب بالطريقة الثانية اتفضلي يا حلا. لا let me introduce بس مفيش إيه. let me introduce my grandpa. أيوة كده. let me introduce my grandpa. جميلة. برافو عليكي. excellent. طيب يلا مين هيقدم لي؟ اللي بيقول أنا مش هي مش هي مش هيجاوب. هتقدم لي تيتا. أوكي. طيب اتفضلي يا مريم جمال. الله عليكي. قدمت لي تيتا مريومة الجميلة وقالت لي This is my grandma. This is my grandma. بالطريقة التانية ولا انت ولا هي. خديجة. جميلة يا قلبي. let me introduce my grandma. المرة دي بقى هتقدم لي جد وتيتا مع بعض. What's your name؟ اسمك ايه؟ آدم. يلا عدو. These are my grandparents. الله عليك. قولها بصوت عالي كمان مرة يا آدم. These are my grandparents. انت اسمك آدم ايه؟ انا مثلا حبيب قلبي. انت يا آدم حلو قوي وشاطر قوي. برافو عليك. ونطق حلو جدا. آدم النجار قال لي These are my grandparents. These are my grandparents.
جميل. يلا يا ساجدة قولي لي الطريقة التانية. الله على الجمال. Let me introduce my grandparents. 10 على 10. اتفضلي يا نور قدمي لي اخوكي. This is my brother. الله يا نور يا جميلة. This is my brother. يلا عليك قدمي لي اخوك بطريقة تانية. اسمها ايه؟ قلنا مش هنقول let me. قلنا هنقول ايه؟ Let me introduce. شاطرة يا جودي بتقولي وجميلة. Let me introduce my brother. اوكي جميل. طيب يلا قدم لي اختك يا جميل. What's your name؟ يلا يا مصطفى يا قمر. اختي يعني ايه؟ sister. يلا قدم لي اختك. This is my sister. برافو عليك يا مصطفى. This is my sister. اوكي يلا يا حودة اتفضل قدم لي سيستر بطريقة تانية. الله يا حودة محمود القاضي الجميل. Let me introduce my sister. شاطر يا حودة حبيبي. Let me introduce my sister. طيب مش احنا قلنا father و mother اسمهم parents؟ وقلنا grandpa و grandma اسمهم grandparents. طيب هي في حاجة مش علينا في الكتاب بس انا هقولها لك. brother و sister الاتنين دول اسمهم siblings. يعني الأشقاء يعني إخواتي الولاد والبنات. يبقى لما أجي أقدم أخويا وأختي مع بعض هقول These are my siblings. شطار هيعرفوها دول. أنا طلابي شطار قوي. These are my siblings. طب قدموا لي siblings كلكم بالطريقة التانية. أشطر ناس في مصر. Let me introduce my siblings. Excellent. يا آسر العم أو الخال اسمه إيه؟ Uncle. طب يلا قدم لي عمك. ادوله فرصة بقى ومحدش يقول أنا. احنا قلنا بنقدم بطريقتين يا آسر. طب ركز يا آسر عشان أسألك تاني. اتفضل يا معاذ. حبيب قلبي معاذ مصطفى قال لي This is my uncle. طيب دلوقتي احنا قلنا انكل دي يعني عم او خال ماشي. طيب هو ايه اللخبطه دي؟ طب انا عايز اعرف كلمه تخلي ده انكل عمي وده انكل خالي عشان ما تلخبطش ماشي. دي برضو مش عليك بس الشاطر هيعرفها. بص يا حبيب قلبي لو حبيت اقول عمي هقول
حاجة قبل أنكل بس هقول paternal uncle. Paternal uncle. ده كده يبقى عمي اسمه ايه؟ paternal uncle. طب لو عايز اقول خالي بقى هقول maternal uncle. maternal uncle. يبقى علشان احدد واعرف مين عمي ومين خالي اقول عمي paternal uncle. خالي maternal uncle. paternal uncle. maternal uncle. عمتش. خالتش. طب برضو ملخبطنا وعمل لنا انت دي عمة وخالة. طب انا عايز اعرف مين فيهم عمة ومين فيهم خالة عشان ما تلخبطش. يلا نقول العمة اسمها paternal aunt. paternal aunt. paternal aunt. طب الخالة maternal aunt. maternal aunt. يبقى العم تاني paternal uncle. الخال maternal uncle. العمة paternal aunt. الخالة maternal aunt. عسل. طيب احنا قلنا العم اسمه ايه بقى؟ paternal uncle. طيب يا معاد يا مين اللي هيقدم لي paternal uncle؟ What's your name؟ اياد. يلا يا دود. يبقى هتقدمه تقول ايه؟ مستر. قول يا اسم. جميل. This is my paternal uncle. أنا كده قدمت عمي. طب يلا أقدم خالي. قولي يا كوك. الله 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 على الجمال كرمة تامر القمر. This is my maternal uncle. عسل. العمة قلنا اسمها paternal aunt. والخالة maternal aunt. هنقدم العمة يا صلاح. paternal aunt. شاطر يا صلاح. جميل. This is my paternal aunt. دي عمتي. رنا رائف هتقدم لي خالتها. maternal. This is my maternal aunt. عشرة على عشرة. برافو يا حبايب قلبي يا شطوك. يلا نبص بقى على الريدنج. لا لسه هقدم حد كمان. ابن عمي اسمه ايه؟ كازن. ده ابن عمي او بنت عمي؟ ابن خالي او بنت خالي؟ طيب يلا هنقدم كازن ابن عمي. اتفضل يا اياد. احنا ما قلناش دارس دي خالص يا اياد. طب اسمع تاليا رامي وركز يا اياد يا عمرو. احنا بنقدم كازن يا حبيبتي. This is my cousin. Thank you تاليا. براف. طب مين هيقدم لي كازن بالطريقة التانية؟ تفضل يا يوسف. My cousin. Let me introduce. My cousin. جميل قوي. طيب
يلا مين هيقدم لي ولاد عمه؟ كازينز. اتفضلي يا هنا مرجان. ما ينفعش اقول this is my cousins. What's your name؟ هنا؟ هلا؟ هلا ولا هلا؟ هلا؟ الله على اسمك الجميل، stand up. يلا قدمي لي cousins. يا جمالها. These are my cousins علشان جمع. These are my cousins. يا مروان بالطريقة التانية قدم لي كازنز. Let me introduce my cousins. حلوة. حد هيقدم لي صديقه أو صديقتها. اتفضل. What's your name؟ أيهم. يلا يا أيهم قدم لي صاحبك. صاحبك. الله عليك يا أيهم يا عمر. قال لي this is my friend. This is my friend. أو ممكن تقول اسمه مثلا this is my friend إياد. This is my friend سامي. This is my friend مروان. This is my friend رماس. This is my friend رندا. أوكي؟ طيب الطريقة الثانية هتقدم لي بيها صاحبك يا سامي. قلنا مرة this is my friend. الطريقة التانية بقى اللي هقدم بقى صاحبي. طيب انت عارف انت معرفتش ليه يا سامي؟ علشان انت مش مركز وقاعد تتكلم مع اللي جنب. فركز و listen to your friends. اسمع صحابك هيقدموا ازاي. انا زهقت منك. اتفضل يا محمد حسين. Let me introduce my friend. ممكن أقول اسمه أو اسمها. Let me introduce my friend كارما. Let me introduce my friend أسيل. أوكي؟ طيب الصحاب بقى friends. كارما سالم هتقدم لي صحابها. يلا يا كوكي. فريندز جمع يبقى اقول ايه؟ حبيبة قلبي. These are my friends. بتقدم صحابك ازاي يا سامي؟ These are my friends. عايزك تركز وترجع اشطر واحد تاني. These are my friends. مروان حبيبي عايز اقدم my friends بالطريقة التانية. هقول ايه؟ مروان تامر. اسير. Let me introduce. صحابي. أيوة كده. Let me introduce my friends. يبقى عرفنا الطريقتين نقدم بيهم أي حد في الدنيا. يلا بينا ناخد الريدنج بتاعنا. كله hold your pen or hold your pencil علشان لو في حروف شلناها تشيلها معايا. Let me introduce my family.
Let me introduce my family. اسمح لي اقدم لك عيلتي او اسرتي. هيقدم له اجداده الاول. These are my grandparents. This is my uncle. This is my uncle. This is my uncle. His name is Amr. His name is Amr. ما تقولوش Amr, قولوا Amr عادي. Okay? His name is Amr. His name is Amr. He wears glasses. He wears glasses. حبيبي. حبيبي اسمك ايه؟ يد ايه؟ يد ايه؟ طيب ما تتكلمش كتير يا اياد عشان انت بتعطل نفسك وتعطل اللي معاك. يا اسف بص في كتابك يا حبيبي يقول He wears glasses. Look at my parents. يعني بص على بابايا ومامتي. Look at my parents. My father is a teacher. بابايا مدرس. هنشيل بقى الدي دي ونقول And my mother is a nurse. اليو ار دي في كلمة نيرس ضم بقك فيها كده زي ها. My father is a teacher. And my mother is a nurse. And my mother is a nurse. قولي يا خديجة معانا. My sister Amina is five. My sister Amina is five. اختي امينة is five يعني عندها خمس سنين. My cousin Mona is eight. بنت عمي منى is eight عندها 8 سنين. And my cousin نشيل الدي بتاعت and زي ما تعود نقول And my cousin Mazen is six. يلا بينا نغني الريدنج ده مع بعضينا. اوكي على السقفه الجميله. Let me introduce my family. These are my grandparents. This is my uncle. Uncle. This is my uncle. بتقولوا ايه ده؟ His name is Amr. He wears glasses. Look at my parents. زعلان منك يا سامي. Look at my parents. My father is a teacher. Teacher. My father is a teacher. And my mother is a nurse. And my mother is a nurse. My sister Amina's five. My sister Amina's five.
الناس هيبعتوا لي الريدنج الجميل ده وسهل ولطيف اهو. اوكي بيرنتس جراما جرامبا انكل سيستر كازنز. قلناها اول واحده يا حبيبي. بص يا قلب احنا قلنا المفرد بنقول فيه this is، لكن الجمع نقول فيه ايه؟ these are. شطار. my parents مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى قلنا ايه؟ these are. شطار يا لولي. these are my parents. cousins. يبقى اقول ايه؟ These are my cousins. احنا خدنا ده هوم ورك ولا لا؟ لا انا ما اديتهوش هوم ورك. طيب ماشي، اللي عمله مش مشكله، اللي ما عملهوش ركز معايا كويس بقى. وبعدين وبعدين listen to me، اسمعني بقى. زي ما قلنا في جايز ستار اوف ذا مانث، اللعبه الكبيره والفلوس، في جايزه لاحسن هاند رايتنج، لاحسن خط. طيب ازاي انا هبقى احسن خط؟ ركز معايا كويس في طريقه الرايتنج وانت هيبقى خطك جميل جدا. يلا نشوف كده. فاميلي. بص يا حبيب قلبي، احنا هنقسم الحروف بتاعتنا ثلاث أقسام. طبعا مليكة ما بتبصش خالص ومش بتركز. قلنا يا شباب هنعمل ايه عشان الهاند رايتنج الخط الجميل؟ احنا هنتكلم عن السمال ليترز عشان احنا اكتر الكتابه بتبقى سمال. ماشي، هنقسم الليترز بتاعتنا لكم قسم؟ ثلاث اقسام عشان الهاند رايتنج. هاند رايتنج اللي هو الخط يبقى جميل قوي. اول قسم هيبقى اسمه حروف فوق السطرين، وتاني قسم هيبقى حروف تحت السطرين، وتالت قسم هيبقى حروف بين السطرين. هيبقى حروف ايه؟ بين السطرين. حروف بين السطرين. طيب ركز كويس بقى علشان اللي هيركز في دول قوي هيبقى خطه جميل جدا. اول قسم حروف فوق السطرين، هو يقصد انهي سطرين؟ السطرين اللي في النص اللي لونهم بلو دول. احسن طريقه للكتابه ان انت تكتب على فور لاينز، تاخد التو لاينز اللي في النص دول. ايه الحروف اللي فيها اللي فوق السطرين؟ اي حرف ليه ستيك عصاية لفوق. طيب اي سمال ليها ستيك؟ لا. بي ايوه ليها ستيك عصاية، يبقى هنعملها كده. بص اهي. سي ليها ستيك؟ لا. دي ليها ستيك عصاية تطلع فوق كده. اي نو. اف يس، يبقى الاف تطلع فوق. جي نو. اتش يس ليها ستيك عصاي. اي نو. جي نو. كي يس، والشرطتين بتوعي يبقوا جوه السطرين كده. ال يس. ام نو. او بي كيو R S T ايوه T لاستيك عصاي. U V W Y
W X Y Z. يبقى الحروف اللي فوق السطرين قدامي اهو B D F H K L T. دول حروف فوق السطرين اللي لهم ستيك عصاية يطلعوا فوق السطرين. يا نور ركزي يا حبيبتي. حروف تحت السطرين اللي ليها ديل تايل او ليها ستيك لتحت. تعالوا نشوف كده. A no, B no, C no, D no, E no, F no. أول واحد G. G ليدل فبينزل كده. H I J J yes. K L M N O P P for pen. دي الستيك بتاعتها لتحت كده. واختها اللي بتبص لها Q R S T U V W X Y Z. يبقى الحروف اللي تحت السطرين اللي لها تيل ديل او ستيك عصايه لتحت زي ال P يبقى G J P Q Y. حلو قوي. نروح للقسم الثالث وهو اكتر الحروف بقى حروف بين السطرين اللي هي ايه الميدل لاينز دول. طيب بص معايا بقى اي اهو بين السطرين يعني ما يطلعش منه. سي اي اف نو جي نو اتش نو اي يس جي نو كي نو ال نو ام N yes. O yes. P no. No. Q no. R yes. Yes. S yes. Yes. T no. No. U yes. Yes. V no. Yes. W yes. Yes. X yes. Yes. Y no. No. Z yes. يبقى دول الحروف اللي بين السطرين. طيب بص بقى شوف بقى الطريقة اللي احنا اتعلمناها دي هتعمل لنا ايه في الخط. letter B بيطلع فين؟ فوق. يبقى اهو B كده. letter O بين السطرين. Y ينزل تحت. جبت لك التلات انواع في كلمة واحدة. كلمة ايه؟ بوليا. يبقى شفت بقى لما نلتزم بالخط هتلاقيه حلو جدا. تعالوا نشوف في الهومورك بتاعنا لما هنيجي نكتب فاملي نلتزم بقى باللي احنا قلناه. F فوق. A بين السطرين. M بين السطرين. I بين السطرين. L عايز اعملها احلى من كده تقرب شوية. L كده والواي تنزل. Family. ها تاني كلمة. كلمة ايه يا شبابنا الحلوين؟ Father. يلا مع بعض كده. ها F up. A between the middle lines. TH up. Full. E between the middle lines. R between the middle lines. Father. نفس الكلام mother هنمشي فيها بالهاند رايتنج اللي اتفقنا عليه. M between the middle lines. O TH up فوق. E R between the middle lines. Grandma. G تحت. R between the middle lines. A N between the middle lines. D over the middle lines. فوق. ما الام between the middle lines و اي كمان. grandma. grandma. يا اياد ركز يا حبيبي. grandpa. grandpa. او اللي مركزين grandpa. grandpa. وعندنا هنا مين؟ parents. 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 انا وريتك طريقه الهاند رايتنج وانت بقى اللي بشطارتك وتركيزك
وان انت تمشي على القواعد اللي انا قلت لك عليها في الهاند رايتنج في الخط هتكسب جايزة ستار اوف ذا مانث هاند رايتنج في الخط. انكل كازن كازن مين كمان عندنا؟ فريندز. شطورة يا حالة مركزة وجميلة. فريندز 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 فريندز. اوكي طيب احنا هنحاول نحل ده مع بعض هنا جزء منه بس اعرف الهومورك بتاعك بقى معايا. كلنا اخدنا البوكلت مش كده؟ طيب بص يا صديقي البوكلت بتاعتنا بادية بميت ماي فاملي زي ما قلنا ودي family members. اوكي مفيش حاجة هنا زيادة عن الكلمات غير الكالرز. what color is it? it's brown. listen to me and repeat after me. it's brown. انا مينفعش نقول براون نقول brown. it's orange. it's blue. مش هقول لك تاني يا نور. Where? I wear a jacket. I wear a jacket. Look. Look. Good. Good. If you are good. Good. أخذنا الريدنج ده وقلنا بنقدم المفرد بإيه؟ This is my. This is my father. This is my mother. أو عندنا طريقة تانية قلنا نقول let me introduce. نقول إيه؟ Let me introduce my father. Let me introduce my mother. وين عندنا This is my father. انت بقى هتكمل دول في الهومورك. يعني مثلا هنا هنقول This is a my mother. اوكي الباقيين في الهومورك. في الجامعة نقول These are my grandparents, friends, parents, cousins. دايما الجامعة These are. او برضو ممكن اقول Let me introduce. فهنا هنقول These are my friends. هتكمل الباقيين في الهومورك. وهنا هتستخدم This is او These are. This is للمفرد These are للجمع. وهتحل دول. طيب هنا شباب بيقول لي Look and write a sentence. يعني بص واكتب جملة. قلنا هنا ممكن اكتب جملة ايه؟ اتفضلي يا لولي. Let me introduce my sister. هذه جملة جميلة من حالها. لازم لما نيجي نكتب sentence جملة يبقى أول حرف فيها capital. يبقى هنا هنقول كده Let me introduce my sister. وآخر الجملة لازم بحط period أو full stop جملة. أو ممكن أقول هنا أقدم أختي This is my sister. وبرضو يا آسر هتبدأ بكابيتال letter This is my sister. وAt the end we put a period or full stop. في نهاية الجملة نحط period or full stop نقطة. هنا مين يا شباب؟ مين من هنا قول 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 هنا بقدم بابا أو this is my father أو let me introduce my father أو I love my father. أوكي هنا هتكمل ال missing letters الحروف الناقصة. طيب التسميع بتاعنا هيبقى ازاي وامتى؟ هنسمع السيشن الجاي. مش هتحتاج تكتب حاجة بالعربي لان احنا في اخر البوكلت بتاعتنا عاملين لكم حاجة جميلة قوي. عاملين مكان للديكتيشن للاملاء على كل درس. يعني احنا اخدنا lesson 1 الدرس الاول هنلاقي الديكتيشن بتاعنا. بص اخر صفحة في البوكلت page 183 بعديها هنلاقي الديكتيشن الاملاء.
هتيجي المرة الجاية وانت معاك البوكلت هتلاقي كلمة جدة، هتروح انت كاتب هنا ايه؟ جراما. هنا جراما. ده بقى مش هيتعمل في البيت، ده التسميع اللي هتسمعه عندي السيشن الجاية، وكل واحد هيحل الجمل دي لوحده. لما بتيجي ترتب الجمل هو بيساعدك بأول حاجة يحطها لك في لون مختلف. فهنا مثلا هقول ايه؟ This is my father. يبقى انا عليا reading يتبعت على الجروب، وعليا homework في الكتاب، الاكسرسايز في الكتاب اللي على الدرس يتحل، وفي البوكلت يتحل، والكلمات هتتسمع هنا السيشن الجاي. Thank you and goodbye.